السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. مشيئة الله يا شباب، النهاردة مراجعة نهائية عن المنهج. طيب أنا بتكلم عن مادة الفيزياء. مادة الفيزياء هنتكلم عن جزئيات مهمة من مادة الفيزياء، القوانين اللي معانا هنشوفها بكرة بمشيئة الله. أنا مجمعها لكم دلوقتي في ورقة هنتمم عليها مع بعض، بالإضافة لبعض النقاط المهمة اللي هي في أسئلة كتاب المدرسة هنحلها مع بعض إن شاء الله. اللي نركز مع بعض ونكون منتبهين كويس عشان النقاط دي هنعرضها بشكل مباشر وبشكل سريع عشان نلخص المنهج كده، عشان مشيئة الله الامتحان بكرة زي ما احنا عهدنا من امتحانات الفيزياء تكون بسيطة وسهلة وفي متناول الجميع. وأذكر الجميع وأكد عليكم، وأنت في امتحان الفيزياء ما تعتمدش على دماغك في التفكير، غلط، هتحل غلط. طيب تفكر ازاي وتحل فيزياء ازاي؟ تفكر بالورقة والقلم، هتعتمد على دماغ على ذهنك ودماغك في التفكير هتغلط، لدرجة ان الطالب بيجمع 1 + 1 ممكن يقول لي بيساوي 3، او 1 ضرب 1 ممكن يقول لي بيساوي 3، او 1 ضرب 2 بيساوي 3. حصل واقع انا لمسته من زملائكم في ثالثة ثانوي. الجزئيات دي ننتبه لها كويس. نبدأ ونقول بسم الله. مبدئيا يا شباب، اول نقطه معايا اللي هي الكثافه. الكثافه زي ما احنا كلنا عارفين هي كتله وحده الحجم، فالكثافه بتساوي الكتله على الحجم. الكتله اللي هي ام، الحجم اللي هو فول، الكثافه اللي هي رو، فالرو بتساوي الكتله على الحجم، فالكثافه البسط بيساوي البسط لما المقام بواحد، فالكثافه هي كتله وحده الحجم. مسائلها تعويض مباشر، الشغل بتاعها شغل رياضه، اما يطلب مني الكتله يبقى ضرب الكثافه في الحجم، بس نقطة اختياري عادي مفيش مشكلة. طلب مني الحجم يبقى الحجم يطلع مكان الكثافة والكثافة تنزل تحت، تعويض مباشر. النقطة اللي بعد كده وهي الضغط. الضغط هو القوة لما المساحة بواحد، طبعا 1 متر مربع. طيب يبقى هو القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات. امتى احط هنا كوزين وامتى احط هنا ساين؟ البي القوة على المساحة. طيب نقطة نخلي بالنا منها، الضغط الناشئ عن دبوس أكبر بكثير من الضغط الناشئ عن قدم الفيل. طب إيه السبب؟ لأن الدبوس يستطيع إن هو يخترق على سبيل المثال أجزاء معينة أو أجسام معينة حيث لا يستطيع قدم الفيل اختراقها، وبناء عليه الضغط الواقع عن الدبوس أكبر من الضغط الواقع عن قدم الفيل. طب السبب ايه؟ بالفيزياء، ما تفكرش بدماغك، تفكر بالورقه والقلم. اللي مساحته كبيره القوه اللي هتاثر على مساحه كبيره يبقى الضغط بتاعها صغير. طب القوه لو هتاثر على مساحه صغيره يبقى الضغط كبير، لان العلاقه بين الضغط والمساحه هنا علاقه عكسيه. طيب امتى اضع هنا كوزين وامتى اضع ساين؟ بصوا كده معايا في الكتاب. القوه مؤثره عموديا على وحده المساحات يبقى الضغط بيساوي القوه على المساحه. طيب لو القوة بتصنع زاوية مع المحور الأفقي، بحلل القوة بتاعتي في اتجاه المحور الأفقي وفي اتجاه المحور الرأسي. طيب أنا هنا هشتغل مين؟ القوة العمودية اللي هي الإف ساين ثيتا. يبقى أنا عندي هنا الضغط البي هيساوي إف ساين ثيتا على الإيه. ليه كتبت إف ساين ثيتا؟ لأن القوة العمودية هنا المحللة معايا اللي هي إف ساين ثيتا. نسمح لزملائكم من ساحة الانتظار. النقطة اللي بعد كده، لو الزاوية اللي موجودة هنا بين القوة وبين المحور الرأسي بتحليل المتجهات بتاعتي، القريب كوزين البعيد ساين. طيب أنا باخد القوة العمودية يبقى الضغط هنا الإف كوزين ثيتا على المساحة. يبقى امتى هكتب ساين وامتى هكتب كوزين؟ على حسب تحليل القوة بتاعتي وعلى حسب الزاوية اللي موجودة معايا. لو الزاوية دي
اللي هي موجوده مع المحور الافقي، يبقى التحليل بتاعها هاخد القوه العموديه اللي هي اف ساين ثيتا. لو الزاويه هنا الموجوده مع المحور الراسي، يبقى بالتحليل القوه دي هاخد القوه العموديه على المساحه اللي هي اف كوزين ثيتا. فالقوه العموديه على المساحه كلها اف كوزين ثيتا هنا، وهنا القوه العموديه على المساحه اللي هي اف ساين ثيتا. النقطة اللي بعد كده يا شباب، الأنبوبة ذات الشعبتين، فكرة عملها، جميع النقاط الواقعة في مستوى أفقي واحد لسائل متجانس بيكون يقع عليها نفس الضغط. طب الأنبوبة ذات الشعبتين هي أنبوبة على شكل حرف يو، مفتوحة الطرفين، معرضة للضغط الجوي من كلا الطرفين، موجود بها سائل متجانس. لو جيت على عند النقطة دي مثلا سميتها بي، والنقطة دي وسميتها إيه؟ النقطتين دولت في مستوى أفقي واحد. إذا الضغط عند النقطة A هيساوي الضغط عند النقطة B. السبب لأن النقطتين دول واقعين في مستوى أفقي واحد لسائل متجانس. ومنها الأواني ذات اللي هي الأواني المستطرقة. أواني مختلفة الحجم، وبيكون الضغط على جميع النقاط الواقع في مستوى أفقي واحد بيكون متساوي. طيب الضغط عند النقطة ده أهي عبارة عن إيه؟ الضغط الجوي زائد الضغط بتاع جزيئات السائل الموجودة هنا. الضغط عند الطرف الاخر ده عند النقطه ايه عباره عن ايه؟ عن الضغط الجوي. ليه؟ لان الانبوبه مفتوحه زائد الضغط بتاع جزيئات السائل الموجوده هنا، اللي ارتفاعها موجود معايا من هنا حتى النقطه دي. فالضغط عند النقطه ايه بيساوي الضغط عند النقطه بي. طيب لو الضغط عند النقطه ايه يبقى البي في الاتش هيساوي البي في الاتش. ليه؟ النقطه دي والنقطه دي. طيب نقطة أخرى، لو أنا عندي أنبوبة، الأنبوبة دي مفتوحة الطرف، الأنبوبة دي ممكن تكون في مستوى أفقي أو في مستوى رأسي الفتحة الأعلى أو في مستوى أفقي والفتحة الأسفل. الضغط هنا هيكون عبارة عن إيه؟ الأنبوبة دي موجود بها بتحبس جزء من غاز، الغاز ده محبوس بقطرة زئبق، الزئبق ده ارتفاعه اتش. الضغط هنا هو عبارة عن الضغط الجوي زائد ارتفاع قطرة الزئبق الموجودة بالأنبوبة. لو الأنبوبة زي ما هو واضح قدامي في الشكل ده موجودة في مستوى أفقي، يبقى الضغط الواقع هنا هو الضغط الجوي البي اي. طيب لو الأنبوبة موجودة في مستوى رأسي، يبقى الضغط الواقع عندي هنا على الغاز هو عبارة عن الضغط الجوي زائد الضغط بتاع قطرة الزئبق اللي هو الرو جي اتش، والناتج بتاعهم بيعطينا اللي هو القيمة حجهم اللي هي الاتش. في الموجب هنا جماعة ليه؟ لأن الضغط على الغاز المحبوس هنا عبارة عن الضغط الجوي زائد الضغط بتاع قطرة الزئبق. أما إذا كان الأنبوبة في وضع رأسي ولكن الفتحة تبعها الأسفل، يبقى هنا خلي بالك الضغط الجوي بيأثر على الغاز الموجود، ولكن القطرات الزئبق اتجاه القوة بتاعتها قوة الضغط متجهة الأسفل، والضغط الجوي بيأثر على الغاز الموجود معايا بالشكل ده، فالاتنين طرح من بعض. يبقى الضغط الواقع على الغاز عبارة عن الضغط الجوي طرح ارتفاع عمود الزئبق. استاذن الشباب الكل يخلي باله من المايك يا شباب، المايك بيعمل تشويش على الشبكه. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن الكثافه، قلنا هي كتله وحده الحجوم، الرو بتساوي الكتله على الحجم. اتكلمنا عن الضغط بيساوي المساحة. اتكلمنا عن الأنبوبة ذات شعبتين، وقلنا الضغط عند جميع النقاط الواقعة في مستوى أفقي واحد بيكون متساوي، الضغط ده لسائل متجانس. اتكلمنا عن أوضاع مختلفة للضغط، سواء أنبوبة في وضع رأسي أو وضع أفقي أو وضع الرأس ده الفتحة الأعلى أو الفتحة الأسفل. الفتحة الأعلى يبقى هجمع الضغط الجوي زائد ارتفاع عمود الزئبق. طب إذا ما كانش موجود معايا ده، النقطة دي ما كانش عمود زئبق، C
سائل اخر يبقى زائد، ابدل ال H دي برو جي H وهنثبتها مع بعض بمشيئة الله. بعد كده يا شباب في المانوميتر، المانوميتر هو عبارة عن أنبوبة ذات شعبتين، طرف منها معرض للضغط الجوي، الطرف الآخر متصل بمستودع بيحبس به غاز، محبوس به غاز. الغرض من المانوميتر ده تعيين الضغط الجوي لغاز محبوس داخل المستودع. طيب وضع المانوميتر عند فتح المحبس الموجود معايا هنا، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيكون عندك ثلاث اوضاع. الوضع الاول ان يكون ارتفاع عمود السائل الموجود هنا هو نفس ارتفاع السائل الموجود في الانبوبه او في الطرف الاخر للانبوبه. الحاله الثانيه ارتفاع السائل في الانبوبه او في الطرف اليمين اعلى من ارتفاع السائل في الطرف اليسار. انخفض السائل هنا في الطرف اليسار. الحالة الثالثة وهي انخفاض السائل في الطرف اليمين وارتفاعه في الطرف اليسار. ثلاث حالات. طب انا مش عاوزك تحفظهم، انا قلت لك فكر فكر بالورقة والقلم، ما تفكرش بدماغك. شوفوا بقى هنعملها ازاي. لو الارتفاع اللي هنا هو نفس الارتفاع اللي هنا، يبقى الضغط اللي واقع هنا هو نفس قيمة الضغط اللي واقع هنا. طب الأنبوبة من هنا مفتوحة الطرف، طب مفتوحة الطرف يعني إيه؟ يعني معرضة للضغط الجوي. طيب الضغط هنا السطح هنا وبيساوي الضغط هنا ليه؟ لأن السائل اللي هنا هو نفس السائل اللي هنا، والنقطتين دول في مستوى أفقي واحد. يبقى الضغط اللي هنا بيساوي اللي هنا، إذا الضغط الغاز المحبوس هنا بيساوي قيمة الضغط الجوي. يبقى التغير في قيمة الضغط هنا بيساوي صفر. ليه؟ لأن الضغط اللي في اليمين اللي هو معرض لضغط السائل اللي هنا اللي هو عبارة عن ضغط الهواء الجوي، ما فيش ضغط سائل، هيساوي ضغط الغاز المحبوس. الحالة الثانية النقطة اللي هيعين عندها الضغط حتى يكون السائل متجانس في الطرفين هي النقطة دي. المستوى الأفقي بتاعها هو ده. النقطتين دول في مستوى أفقي واحد. يبقى الضغط عند النقطة دي بيساوي الضغط عند النقطة دي. طيب الطرف اليمين عند الضغط اللي بيأثر هنا هو الضغط الجوي البي اي زائد الضغط بتاع السائل الموجود معايا، القيمة بتاعته اللي هي الرو جي اتش. بتقول ايه يا يوسف؟ يوسف بيقول لي وافق على الناس. اسمح للناس بالوجود. الواضح ان في بعض زملائكم عندهم مشكلة، البرنامج بيكون معلق معاه فبيسوي انضمام، كل ما يسوي انضمام ويسوي مغادره. اذا امكن احد منكم يعطي لهم خبر على جروب الواتس اللي يسوي انضمام بيسوي مغادره عشان استطيع ان انا اسمح له. فرحة المايك مفتوح، هتقولي شيء؟ خلي بالكم بقى يا شباب، أنا قلت هنا الضغط عند النقطة دي بيساوي الضغط عند النقطة دي. الضغط في الطرف اليمين عبارة عن الضغط الجوي زائد الضغط بتاع السائل اللي ارتفاعه اتش، يبقى ضغط الغاز المحبوس هيساوي الضغط الجوي زائد الرو جي اتش بتاعت السائل. طب مقدار التغير في الضغط الجوي، فرق الضغط هنا اللي هو الرو جي اتش اللي هو ضغط الجزء بتاع السائل ده. طيب الجزء ده الضغط بتاعه بالموجب مش بالسائل. النقطة الأخرى وهي الحالة الثالثة، حدث هنا انخفاض، يبقى أنا عندي ضغط الغاز المحبوس، النقطتين دول نفس السائل، السائل متجانس، الضغط اللي هنا هو الضغط الجوي، الضغط اللي هنا هو عبارة عن ضغط الغاز المحبوس زائد الضغط بتاع السائل هو الارتفاع بتاعه اتش. يبقى ضغط الغاز المحبوس هنا هو عبارة عن الضغط الجوي
بس هنا خلي بالك بقى من الحتة دي، الضغط الكلي اللي هنا بيساوي قيمة الضغط اللي هنا. طب الضغط اللي هنا هو قيمة مين؟ الضغط الجوي. حدث هنا انخفاض لقيمة الضغط، يعني الضغط الجوي بيساوي ضغط السائل زائد ضغط الغاز المحبوس، ومنها بعد الإشارة مخالفة، يبقى ضغط الغاز يساوي الضغط الجوي ناقص الرو جي اتش. يا مستر النقطة دي أنا اتلخبطت فيها عشان ما تنساش، هو هنا منخفض يبقى ناقص الرو جي اتش، هنا مرتفع تكتب زائد الرو جي اتش. طب الرو جي اتش دي جبناها منين؟ نثبتها مع بعض دلوقتي. أنا عندي الضغط يا شباب البي بيساوي الاف على الايه؟ الضغط ده القوة دي بتأثر عموديا على وحدة المساحات. طب ما أنا عارف إن القوة هي عبارة عن كتلة في عجلة على المساحة ايه؟ طيب يا أستاذ الضغط ده ضغط عمودي، يبقى العجلة هنا عجلة الجاذبية اللي هي الجي. طيب من قانون الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، يبقى الكتلة هتساوي الكثافة في الحجم، يبقى اللي يساوي أسفل اللي يساوي، شرطة الكسر الجميلة بتاعتي. هعوض عن الكتلة دي بقيمتها. الكتلة دي قلنا بتساوي الكثافة في الحجم في عجلة الجاذبية، دي القيمة اللي عوضت عنها اهو. طبعا مقسوم هنا على المساحة. هرجع اعوض هنا عن الحجم. حجم ايه بالظبط؟ هو انا بعين ضغط ايه؟ قال لي انت بتعين عندك سائل وفي نقطة هنا موجودة داخل السائل. بتعين الضغط عند النقطة دي. الضغط ده الناشئ عن ضغط السائل وليس الضغط الكلي. هتبص الارتفاع النقطة دي عن سطح السائل اللي هو ارتفاع اتش. طب النقطة دي المساحة بتاعتها ايه؟ طب لما تيجي تعوض هنا بقى اللي يساوي تعوض عن الحجم، شرطة الكسر الجميلة اهي، ادي الكثافة، الحجم هيساوي الارتفاع في المساحة، يبقى الاتش في الايه؟ طبعا مضروب في عجلة الجاذبية هنا مقسوم على المساحة هنا. المساحة هتروح مع المساحة، يبقى الكلام ده بيساوي الرو في الجي في الاتش، عشان تكون واضحة للجميع. نرجع للنقطة اللي كنا واقفين عندها. خلصنا النقطة دي. النقطة اللي بعد كده يا شباب، المكبس الهيدروليكي. أول قانون موجود معايا الكفاءة. كفاءة زي ما احنا عارفين خارج على دخل في 100، يبقى الشغل الناتج على المكبس الكبير على الشغل المبذول على المكبس الصغير. هو الشغل الناتج عن المكبس الكبير؟ اه. قال انت قايل له ليه؟ قال لي انت عندك المكبس عموما الفكره بتاعته عندك قوه صغيره، عاوز القوه دي تكبرها عشان ترفع بيها عربيه وزنها كبير او كتلتها كبير. فالشغل المبذول هنا. طب الناتج بتاعك هنا، يبقى خارج اللي هو الشغل على المكبس الكبير على الدخل بتاعك اللي هو الشغل على المكبس الصغير، يبقى خارج على دخل اللي هو الكفاءة، خارج على دخل في 100 وتضع علامة في 100. ركزوا كده في الرسمة دي. الطرف الأول عند طرفين، طرف يمين طرف يسار. الطرف الأول مساحة مقطعه إيه؟ صغيرة. هأثر هنا بقوة صغيرة F. المكبس بتاعي هيتحرك مسافة واي واحد. هيضغط السائل. جزيئات السائل غير قابلة للانضغاط، فالضغط ده ينتقل من جزء إلى آخر وينتقل إلى جدار الإناء حتى يصل إلى الطرف الآخر، ده طرف المكبس. فالمكبس اللي هنا هيرتفع لأعلى مسافة واي 2. طبعا مساحة الطرف ده واي واحد.
وهو بيرتفع جزيئات السائل ضغطت هنا على المقبس ده بقوه اف، بس قوه كبيره. فالقوه الصغيره اتحولت الى قوه كبيره بالمقبس. القانون بتاعي الخرج على الدخل، الخرج اف واي 2 على اف واي 1 دي الكفاءه. القانون الاخر يا شباب الفائده الاليه، ايتا بتساوي مساحه المقبس الكبير على مساحه المقبس الصغير، اللي هيها بتساوي مربع القطر الكبير على مربع القطر الصغير، اللي هيها بتساوي المسافه اللي اتحركها المقبس الصغير على المسافه اللي اتحركها المقبس الكبير، اللي هيها بتساوي القوه المؤثره على المقبس الكبير على القوه اللي بتاثر بقى على المقبس الصغير. ده بالنسبة للمقبس الهيدروليكي. في مجموعة أسئلة فنية جميلة موجودة في كتاب المدرسة هنحلها مع بعض. أنت مش هتحل معايا الأسئلة دي؟ لا هتحل معايا الأسئلة دي يا حاج يوسف. الحتة الأخيرة في القوانين، قوانين الغازات. ارسم المثلث ده في دماغك. فوق حجم، يمين ضغط، شمال درجة حرارة. حجم، ضغط، درجة حرارة. وانت فوق اعمل علامة سبعة، ايدك الاتنين كده كأنك بترفع ايدك وبتدعي ربنا. علامة السبعة يبقى في فول حجم. يمين بي ضغط، شمال درجة حرارة. يمين باء بويل شر، قانون الضغط تحت. العلاقة بين الحجم والضغط علاقة عكسية، ده اللي احنا عاوزينه. طب يعني ايه؟ على سبيل المثال لو معايا كرة، الكرة دي مش منفوخة كويس او مش مضغوطة كويس، درجة الحرارة ثابتة اللي هي درجة حرارة الغرفة. اذا انا وقفت على الكرة دي بقدمي، ايه اللي هيحصل؟ يعني لما اقف على الكره دي بقدمي يعني انا بزود الضغط. لما وقفت عليها بالقدم حجم الكره هيقل. ليه؟ لان انا ضغطت عليها. يا استاذ المثال ده مش واضح، هقول لك مثال تاني. لو موجود معاك ازازه بلاستيك فاضيه، ازازه ميه فاضيه بلاستيك في نفس درجه حراره الغرفه، ضغطت عليها، لما ضغطت على الازازه يبقى الضغط الغاز الموجود داخل الزجاجه زاد ولكن حجم الزجاجه قل. فقال لي ده قانون بويل، العلاقه بين الحجم والضغط علاقه عكسيه عند ثبوت درجه الحراره. الصيغه الرياضيه لقانون بويل بتكتب بالشكل ده، البي واحد بي واحد بيساوي البي اتنين بي اتنين، او البي واحد على البي اتنين بيساوي ال V2 على ال V1. جزئيات بسيطة ومهمة الكل يخلي باله منها. ده بالنسبة ده نوعا ما إجمالي قوانين المنهج. نشوف الأسئلة مع بعض، أسئلة كتاب المدرسة عشان نحلها مع بعض يا شباب. بسم الله. طبعا الشباب ما ينسوش البارومتر الزئبقي. البارومتر الزئبقي ده بستخدمه في تعيين الضغط الجوي. عشان استخدمه في تعيين الضغط الجوي بجيب اناء بدع في زئبق واجيب انبوبه واملاها بالزئبق وبعد كده بقوم بتنكيسها في الاناء. بلاحظ هنا الانبوبه دي ارتفاعها متر. بلاحظ ان ارتفاع عمود الزئبق في الانبوبه 76 سنتي. اتكون هنا فراغ، الفراغ ده اسمه فراغ تورشيلي. الضغط بتاع السائل ده اجي عند النقطه دي والنقطة دي، النقطتين دول في مستوى أفقي واحد لسائل متجانس، هنا زئبق وهنا زئبق.
يبقى الضغط اللي هنا بيساوي الضغط عند النقطة دي، طب الضغط عند النقطة دي معرضة للضغط الجوي، يبقى الضغط اللي هنا بيساوي الضغط الجوي، طب الضغط عند النقطة دي اللي هو بيساوي ضغط عمود من الزئبق ارتفاعه 76 سم. لذلك يقال إن الضغط الجوي هو ضغط عمود من الزئبق ارتفاعه 76 سم. إيه اللي يحصل لو قمنا بجعل عمود الزئبق مائل ولا أي شيء؟ هيظل الارتفاع الرأسي العمودي 76 سم. مال الأنبوبة حدث لها ميلان بزاوية، الجزء الممتلئ من الزئبق داخل الأنبوبة زاد، طوله زاد، ولكن الارتفاع الرأسي ثابت. طب البارومتر الزئبقي بتاعي ده إذا أخذته ونزلنا تحت مستوى سطح البحر، فراغ تورشيلي بيختفي. طب إذا ارتفعنا فوق قمة جبل، الفراغ ده بيزيد لأن الضغط الجوي بيزيد. اللي عاوز يفتح الكتاب بتاعه كتاب صاد 107، السؤال بيقول لي أكمل أي العبارات تكمل الجمل التالية؟ أعطاني هنا عدة جمل وأعطاني هنا ثلاث جمل، الثلاث جمل دول بختار من هنا من ألف وباء وجيم ودال وهاء، بختار الجملة منهم اللي تكمل الثلاث جمل دول. ركز يا يوسف في النقطة دي وركزوا معايا يا شباب. رقم واحد بيقول لي ايه هنا يا يوسف؟ اقرأ كده. إذا فراغ ضغط كمية معينة من غاز عندما تكون درجة الحرارة ثابتة فإن الحجم، هو قال لي هنا تضاعف ايه؟ الضغط. ايه اللي هيحصل للحجم عند ثبوت مين؟ يبقى ده قانون بويل. انا قلت في قانون بويل اعمل مثلث، ارفع ايدك لفوق وقول يا رب، يبقى فوق الحجم يمين ضغط، العلاقة بين الحجم والضغط علاقة عكسية. طيب تضاعف قيمة الضغط يبقى الحجم يحصل له ايه؟ علاقة عكسية يبقى يقل، ده تضاعف ده زاد للضعف يبقى الحجم يقل للنص، لأن العلاقة بينهم علاقة ايه يا شباب؟ علاقة عكسية. طب في ايه هنا في الإجابات؟ هنا يزيد ما تنفعش، هنا يظل ثابتة ما تنفعش. طب عندي ايه ينقص إلى النصف؟ يبقى هي دي. يبقى في النقطة رقم واحد هي اللي هو بينقص إلى النصف. النقطة رقم اتنين، هاجر اتفضلي افتحي المايك واقراي النقطة رقم اتنين يا هاجر. إذا انتقل ثانية بس عشان مش شايف قوي عشان أنا مش معايا الكتاب. تمام. إذا انتقل البارومتر من مستوى سطح البحر إلى أعلى جبل فإن ارتفاع الزئبق إلى في البارومتر هو انتقل إلى أعلى، يعني المفروض القانون التاني اللي هو من أول حاجة خدناها. لما برتفع لأعلى الضغط الجوي بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. فالأعلى الضغط الجوي بيزيد. طيب لما برتفع لأعلى ارتفاع عمود الضغط الجوي بيزيد ولا بيقل؟ ارتفاع الغلاف الجوي بإيه؟ بيقل. بيقل. طيب مش انا عندي العلاقة بين الارتفاع والضغط علاقة طردية؟ طيب يبقى انا لما ارتفع لأعلى الضغط يقل مش يزيد، صح؟ يبقى ارتفاع عمود الزئبق يقل، صح؟ يبقى المساحه بتاعت فراغ تورشيلي اللي هي في البارومتر الزئبق تزيد ولا تقل؟ يقل. يبقى ارتفاع الزئبق يزيد ولا يقل؟ يقل برضه.
يقل. طب هيقل بمقدار كبير ولا بمقدار صغير؟ صغير. صغير لان ده زئبق. تمام، يبقى هنا الاجابه رقم ايه؟ ب. ب. تمام، الله ينور. النقطه رقم 3، اللي عاوز يشارك بقراءه النقطه رقم 3 يا شباب يضغط على علامه رفع اليد، معاكم فرصه الكل يفكر فيها. اتفضلي يا أمنية. إذا كان ضغط الغاز ثابتا وقلت درجة حرارته على التدريج كلفن إلى النصف فإن حجمه يقل بمقدار صغير. طيب ده أي قانون من قوانين الغازات؟ قانون الغازات اللي هو الحجم بوليم ب ثانية ارسمي المثلث في ذهنك كده، ارفع ايدك لفوق وقول يا شباب يبقى فوق حجم، يمين فوليوم شمال تي درجة حرارة، هنا علاقة بين ايه يبقى وايه؟ بين الضغط ودرجة بين الضغط والحجم لا هي ودرجة ثابتة الحرارة. الحجم ودرجة الحرارة عشان هو مثبت الضغط أيوة يبقى بين الحجم كده، ودرجة الحرارة يبقى بين درجة الحرارة والحجم، والحجم. اللي يبقى انا في المثلث في ضلع المثلث اليسار صح؟ اللي هو قانون مين؟ بويل ولا شارل؟ شارل. شارل. تمام، طيب العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة طردي ولا عكسي؟ الحجم ودرجة الحرارة عكسي. لا لا خلي طرد. بالك طردي، بويل بس هو العلاقة بين الحجم والضغط عكسي، غير كده كله طردي. يعني شارل وقانون الضغط الاثنين العلاقه التناسب بتاع القانون بيكون تناسب طردي، يبقى انا عندي هنا الضغط ثابت درجه الحراره قلت على تدريج كلفن الى النص فان الحجم، يزيد بمقدار صغير. طيب انا مش انا قايل لسه العلاقه هنا طردي؟ طردي أسفة ثانية معلش تبقى يقل يقل أسفة. طيب هيقل بمقدار صغير ولا يقل الى ولا ينقص الى النصف؟ هي طردي يبقى النص. النص، عشان ده قال لي هنا قل درجة حرارته الى النص يبقى هنا ينقص الى النص. الله ينور، شكرا. ماشي بالتوفيق ان شاء الله. النقطة اللي بعد كده بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة، زيادة درجة حرارة إطار السيارة يؤدي إلى واحد زيادة ضغط الهواء داخل الإطار، اثنين زيادة حجم الهواء داخل الإطار، ثلاثة نقص مساحة سطح الجزء من العجلة الملاصقة للطريق. أي الخيارات صحيحة يا شباب؟ رضوى اتفضلي يا رضوى. تبقى نقص مساحة سطح جزء من العجلة الملاصقة للطريق. نقص مساحة سطح الجزء من العجلة الملاصق للطريق، هو مش المفروض إجابة صحيحة. ماشي، جزء من كلامك سليم يا رضوى، الله ينور. أمنية اتفضلي يا أمنية. تخير الحرف المناسب فيما يلي الإجابة. ايوه اتفضل، الاجابه هنا ايه؟ تبقى 1 و3. الله ينور، ركزوا كده يا شباب. انا هنا زياده درجه حراره اطار السياره يؤدي الى، لما درجه الحراره تزيد يبقى الضغط يزيد، ده رقم واحد. طيب
حجم الهواء داخل الإطار هيزيد؟ لا، أصل أنا الحجم محدد بحجم الإطار من الداخل، والحجم ثابت ما تغيرش. يبقى رقم واحد صح. طب مساحة سطح الجزء من العجلة الملاصق للطريق صح. يبقى أنا عندي في الإجابات هختار هنا رقم ج اللي هي 1 و3. الله ينور. درجة حرارة جسم الإنسان على مقياس كلفن لدرجات الحرارة تساوي تقريبا، طبعا الجزئية بتاعت درجة الحرارة دي مش موجودة عليكم. ننتقل للنقطة اللي بعد كده يا شباب. النقطة رقم 3 هنا، اللي عاوز يشارك معايا يضغط على علامة رفع اليد. النقطة رقم 3 بتقول لي إيه؟ يتناسب حجم كمية محدودة من غاز ما. الإجابات عكسيا مع درجة الحرارة عند ثبوت الضغط، ولا عكسيا مع الضغط عند ثبوت درجة الحرارة، أم طرديا مع ضغطه عند ثبوت درجة الحرارة، أم طرديا مع درجة حرارته عند تغير الضغط، أم عكسيا مع ضغطه عند تغير درجة الحرارة؟ أنا عارف في المثلث بتاعي، قلت لكم فوق حجم يمين بي شمال تي، هنا التناسب طردي، الباقي عكسي عشان ما تنساش. الحجم يتناسب، الكلام ده غير صحيح. طبعا الشباب موجودين معايا، لا دي طردي، معذرة دي عكسي وده طردي. العلاقة بين الحجم والضغط قلنا علاقة عكسية. طيب يتناسب الحجم اللي عكسيا مع درجة الحرارة؟ لا طبعا غلط. عكسيا مع الضغط؟ يتناسب عكسيا مع الضغط بشرط ثبوت درجة الحرارة. الإجابة دي صحيحة. أوقف بقى وأنا اخترت الإجابة الصح؟ لا ما وقفش، عشان يحتمل وجود أكثر من إجابة صحيحة، قد يعطيني في الخيارات أكثر من بدائل. عند إجابتي على أسئلة الامتحان لابد من قراءة السؤال كامل بالاختيارات بتاعته كاملة. يا شباب نفكر بالورقة والقلم، ما نفكرش بدماغنا بس. النقطة اللي بعد كده، قال لي الحجم ده بيتناسب طردي مع ضغطه؟ طبعا غلط. بيتناسب طردي مع درجة حرارته عند تغير الضغط؟ الجزء ده صح، بس المفروض عند ثبوت مين؟ الضغط، يبقى ده غلط أيضا. بيتناسب عكس مع ضغطه عند تغير درجة الحرارة، يبقى ده غلط، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. نجيب التمارين يا شباب، تمارين الكتاب صد 109. طبعا المسائل بقيه الجزئيات الموجوده جزئيات بسيطه وسهله، تقدروا انكم تفتحوا الكتاب بتاعكم وتحلوه. اللي عنده نقطه مش واضحه فيها يبقى يرسلها على جروب الواتس بمشيئه الله، انا هجاوب عليها. التمارين ركزوا كده معايا. رقم واحد قال لي لتر غاز، يبقى الحجم ادى الفي الفول الاولاني، في 10 درجة سليزيوس يبقى التي واحد، دي درجة الأولانية. رفعت درجة حرارته وهو ثابت الضغط إلى، يبقى عندي التي درجة، التي درجة درجة الحرارة الثانية. طلب مني الحجم الفي 2. يا أستاذ العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة ده قانون شارل، مش علينا، بس أنا عاوزك تعرف الطريقة، الفكرة، الفكرة. التناسب هنا طردي، خلاص الامر بسيط، بتضع القانون بتاعك ال في 1 على تي 1 بيساوي ال في 2 على تي 2، وتعوض تعويض مباشر وتطلع الناتج. النقطة رقم 2 قال لي إناء
مقفل به هواء في درجة حرارة 0 درجة سلسيوس. برضو علاقة بين درجة حرارة وضغط، مش معانا. النقطة رقم 6 يا شباب، اللي فقاعة من الهواء على عمق 10 و13 من 100 متر، يبقى ده الارتفاع بتاعي ال H من سطح الماء. قال لي الحجم بتاعها ب 28 سنتيمتر مكعب، وانا عارف من سنتيمتر المكعب من سنتيمتر لمتر بضرب في 10 اس سالب 2. طب ده سنتيمتر ايه مكعب؟ 10 اس سالب 2، يبقى هضرب في 10 اس سالب 6. ما ننساش اصل ده سنتيمتر مكعب. طلب مني احسب حجمها قبل ان تصل الى سطح الماء مباشره، بفرض ان درجه حراره الماء عند العمق مباشره اللي هي تي، عند درجه الحراره اللي هي عند العمق هنخليها تي واحد، ودرجه حراره عند السطح اللي هي تي 2. اعتبر عجله الجاذبيه الارضيه اللي هي الجي والضغط الجوي اللي هو البي اي موجود معايا. طبعا المساله ديت على القانون العام للغازات، البي واحد بي واحد على التي واحد بيساوي البي اتنين في اتنين على التي اتنين. مساله بسيطه، حتى الجزئيات اللي ما درسناهاش جزئيات بسيطه. الفكره هنا الفكره الرياضيه، التعويض بي واحد بي واحد على التي واحد اللي هو بيساوي البي اتنين في اتنين على التي اتنين. طلب مني الحجم بتاعها عند قبل وصولها الى سطح البي 2. معايا البي 1؟ اه معايا البي 1. معايا البي 1 الحجم، قال لي هنا حجمها، قال لي اهو ب 28 سنتيمتر مكعب اللي بضربه في 10 سالب 6. معايا البي 1، معايا درجه الحراره تي 1 اللي هي ب 7 درجه سلسيوس، معايا درجه الحراره تي 2 اللي هي ب 27 درجه سلسيوس. بعوض بشغل المقص وبجيب الناتج. البي بالمقص هينزل للاسفل، درجه الحراره بالمقص هتطلع للاعلى، واطلع الناتج يا شباب تعويض مباشر. ده بالنسبه للمنهج بتاعنا.
بيعمل